نسخة البلاتينيوم من نيسان باترول في موديلها الأخير 24. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة بترومي وكلاء سيارات نيسان بالمملكة، نستعرض مع بعض بطل الدرو نيسان باترول 2024. نتكلم بالتحديد عن نسخة البلاتينيوم، طبعا بمحرك V6 داخلية باللون الأحمر. التصميم الخارجي للسيارة جميل أكيد، والتصميم الداخلي واللون الداخلي أجمل. طبعا ما شاء الله الفترة الأخيرة بالنسبة للألوان الأكثر مبيعا هي الألوان الغامقة مثل اللون الأسود، ففخامة من الآخر. نجي للواجهة الأمامية ونلاحظ مع بعض، طبعا الإضاءات هنا كلها LED، سواء الجزء العلوي أو الجزء السفلي. العالي والواطي كله LED، كشاف ضباب بالجزء السفلي مع خاصية الليد النهاري. نلاحظ طبعا الليد النهاري جاي بهذا الجزء، راح نشغل الإضاءات لكن بآخر الفيديو. نبغى نشوف مع بعض تجهيزاتها الخارجية. عندنا حساسات أمامية، عندنا بالإضافة لكاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية، نأخذ منها 360 درجة وسط شعار نيسان. شعار نيسان بالشكل الجديد، عندنا الشبكة الأمامي مع تطعيمات كروم بشكل بسيط وملفت كتصميم خلية النحل، شكل جميل. عندنا طبعا الكروم ما شاء الله معبين السيارة كروم بكل أجزائها مع اللون الأسود، مضافة لمسات على السيارة غير طبيعية. طبعا نلاحظ الكروم اللي جاي بالجزء السفلي، عندنا الجنوط كروم برضه باللون الأسود واللون الأسود واللون الفضي كمان. عندنا هذا الجزء مثل ما نلاحظ بصمة باترول بالخط العريض. المرايات عندنا مدمجة بالنوافذ بالإضافة له كاميرا جانبية إشارات انعطاف. عندنا الجزء السفلي شريط من الكروم مع مقابض مطعمة بالكروم. ما شاء الله سيارة بالكامل من الكروم. عوارض بالسقف وفتح السقف مثل ما نشوف فتح السقف. الجزء العلوي ما شاء الله. أعطوني رأيكم، اللون الأسود مع إضافات الكروم اللي عليها ما شاء الله ضافت فيها لمسات جمالية واضحة. عندنا بصمة باترول كمان بالخلف، عندنا هنا إنارة خلفية LED، جناح خلفي أكيد، حساسات خلفية، فوق خلفي، هذه الدعاسة الجانبية. ما شاء الله مواصفاتها، السيارة مليئة بالمواصفات والتجهيزات. هذه السيارة من الجنب، رأيكم فيها؟ أكبر سيارة SUV بسطول سيارات نيسان. الأصغر منها عندنا إكسيرا، عندنا الباثفاندر، عندنا الإكستريل، وعندنا كيكس هي أصغر سيارة كروسوفر. طبعا السيارة تنافس لها منافسات غنيات عن التعريف، لكن نيسان باترول ما شاء الله تعتبر من أكثر السيارات مبيعا على مستوى الخليج. وهذه تصميمها الجانبي كأنظمة استشعار وسلامة، طبعا مثل ما نلاحظ بالزجاج الأمامي. خلونا الحين نتكلم عن سعر السيارة وفئتها. إذا جينا لبطاقة المواصفات، فبنلاحظ بطاقة المواصفات نتكلم عن 308,000 بجزر الكسور، وهذه باقي مواصفاتها. باترول V6 ست أسطوانات نسخة SE بلاتينيوم بالجلد الأحمر، وهذه باقي مواصفاتها اللي حاب يصور الشاشة. وإذا جينا للمحرك، القلب النابض، محرك نيسان باترول 2024. نلقي نظرة سريعة على المحرك. نتكلم بشكل سريع عن محرك نيسان باترول نسخة البلاتينيوم. نتكلم بالتحديد عن محرك V6 ست أسطوانات. طبعا طريقة فتح غطاء المحرك عندنا بالسحب بهذا الجزء. نتكلم عن محرك 4000 cc أو 4.0 لتر الأحصنة. نتكلم عن 275 إحصان العزم، 394 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 7 سرعات. وهذا هو المحرك يا سادة يا كرام، محرك V6 محرك نيسان باترول 4000 cc. بالنسبة لاستهلاك البنزين، كلية البنزين تمشينا بالسيارة كم؟ 8.6 كيلو. التقييم سيء جدا، بنزين 91، شاحنة خفيفة، دفع رباعي 2024. سعة خزان الوقود نتكلم بالتحديد عن 140 لتر. وهذه التفاصيل بشكل سريع. نلاحظ البطانة الداخلية كنوع من أنواع العزل،
طبعا سعة خزان الوقود مثل ما ذكرنا 140 لتر وهذه تفاصيلها بالكامل. خلونا الحين ندخل على التجهيزات والمواصفات الداخلية. كالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية، ما شاء الله خفة بالوزن بشكل ملحوظ، ارباقات، شاشات، تكة بالوسط فيها حاملة اكواب، عندنا مثبت لمطاط الاطفال او الايزوفكس، 7 احزمة امان، عندنا منفذ USB وتايب سي بالاضافة للتكييف التحكم فيه بالخلف، الانارات داخلية، سماعات موجودة، عندنا تخشيب موجود هنا، مقابض داخلية كروم وهذا الجزء كله جلد جايب اللون الاحمر الجميل، عندنا هنا مثل ما نلاحظ حاملة اكواب، طريقة الدخول والخروج بكل سهولة دائما، بالاضافة لمساحات تخزين خلف المقعدة. طي المراتب طبعا مثل ما نلاحظ بكل بساطة بإمكانك تدخل للمقصورة الخلفية، وعندنا هنا مثل ما نشوف حاملة اكواب، طي المرايات المرايات، طي المراتب الخلفية بهذه الطريقة، ثبت المقعدة وترفعها طبعا بكل بساطة وبكل أريحية. بطل الدروب نيسان على كل لسان. نفتح الشنطة الخلفية طبعا بضغط الزر، هذه الإنارة تسلسلية، هذه المقعدة، لاحظ المسند الخلفي كله متحرك بالكامل، عندنا منفذ 12 فولت هنا، وهذه بإمكانك تطلب مرتبة بكل بساطة، هذه هي الإنارة بالخلف مع حزام الأمان. بعد الطريقة نقفل الجهة الثانية، نحاول ندخل داخل السيارة ونشوف مع بعض باقي التفاصيل. ما شاء الله وين الكسولة وصلت. نعم تصميم جميل لكن تصميم كلاسيكي أكثر، الجودة والاعتمادية ما شاء الله. هذه السيارات اليابانية طبعا بإمكانك تحرك الشاشة لأي جزء سواء ترفع أو تنزل. هنا الفتحات، هنا التكييف، ما شاء الله من أي ناحية بغيت تفتح بالأمام ولا بالخلف. طبعا ألاحظ هنا عندي تقريبا ثلاجة بإمكانك تقدم أو ترجع. هنا مثل ما نلاحظ خاصة الدخول الذكي والبصمة، المقعدة بحركة كهربائية، مسند الرأس هنا مثل ما نشوف، عندنا هنا الدرج تطعيمات كروم، هنا إطار من الكروم كمان، هنا مساحة تخزين بالأسفل مثل ما نشوف هنا كمان، اللي هو قفل مركزي أوتو للسائق والراكب، نقطة العمية هنا، الفورمايكا والتخشيبة هنا، هنا كونسول وسطي، جلد على مخمل، تبريد تسخين كله موجود. الحين بنلاحظ مع بعض من ناحية السائق، طبعا مثل ما نشوف المقعدة بحركة كهربائية، هنا ذاكرة حفظ وضعيات المرتبة، عندنا هنا النوافذ كلها كهربائية، القفل المركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، بالإضافة لفتح الشنطة وباقي التفاصيل. ما شاء الله يا الفخامة، ما شاء الله ما شاء الله. عندنا هنا الكونسول الوسطي، عندنا حاملة اكواب، منافذ USB وتايب سي، نمط القيادة الثلجي والصخري والرملي والدبل الثقيل والخفيف، عندنا هنا مثل ما نشوف شاحن لاسلكي بالداخل مع منفذ USB، المناخ داخل السيارة منفصل ما بين السائق والراكب، وعندك تبريد تسخين بالمرتبة الأمامية مثل ما نشوف، وعندك هنا الإنارة الداخلية، وهذه الشاشة تدعم جميع الخصائص والأنظمة، وعندنا هنا التحكم بالدركسون بالطريقة التقليدية، عددات موجودة هنا RPM كلها بالطرق التقليدية، لكن ما شاء الله جودة اعتمادية. هذه سيارات نيسان أو السيارات اليابانية، ترك المسافة ما بينك وبين السيارة اللي جنبك، خروج عن المسار، بالإضافة لتحكم
بالدركسون هنا مثل ما نشوف بالكامل. عندنا هنا أوامر صوتية الرد على المكالمات كلها بهذا الجزء. الدركسون مكسب الجلد بالدخول أو الخروج، هذه طبعا تساعدك. عندنا الشماسات فيها مرايات وفيها إنارة للسائق وللراكب. عندنا هذا الجزء مثل ما نشوف طبعا تساعد كثير. نشوف هنا فيها مرايات وفيها إنارة. وعندنا هنا شمسات، وعندنا فتحة بالسقف عادية ما هي بانورامية. عندنا الإنارات الداخلية LED، وهذه هي بالكامل. مواصفات تجهيزات جدا عالية، سماعات أمامية جانبية خلفية، إيرباقات بكل مكان، نظام ترفيه، نظام سلامة، كل هذه المواصفات توب التوب. تعتبر SUV تيتانيوم. طبعا اللي أعلى منها مباشرة اللي هي محرك V8 8 سلندر، وبعد كذا نتكلم عن النسبة كل هذه التفاصيل. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، وبكذا أتمنى هذه التغطية عن نيسان باترول 2024 نسخة البلاتينيوم. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، وهذه هي الإنارة الأمامية. نلاحظ هنا عدسات طبعا مثل ما نلاحظ العالي والواطي، وهنا الليد النهاري جاي على شكل حرف C، والجزء السفلي طبعا نلاحظ كشاف الضباب بشكل جميل هو ملفت للنظر. وهذه هي الإنارة الخلفية كمان بخاصية الـ LED جاي على شكل حرف C. وبس إنارة خاصة باللوحات هيلوجين باللون الأصفر. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف، فأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. في أمان الله.